بيليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليا انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنك مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد اعراض الانسحاب مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد أنا مدمنة ولا قد أعراض لازم نلحق نرجع قبل ما الدنيا تضل. انت بتخافي من الضلمه زي العيال؟ صدقني لو قلت لك ان انا من ساعه ما جيت الوقت الوحيد اللي انا مش بخاف فيه هو وانا جنبك. اللي عايز اعرفه اذا كنت حاسه ناحيتي نفس الاحساس اللي انا حاسه ولا لا. اترمت في حضن الراجل اللي بتروح له. راجل؟ عاشقها. اللي بتقفل المحل كل يوم اربع وتروح له وترجع من عنده مورده ومزهزهه. بقال الله شد حيلك. ده ميعاد مع عايده وراح وقته وخلاص اول ما نمشي هكلمها واعتذر لها ما تسكتيش قولي لي بتفكري في ايه على الاقل احنا قاعدين هنا سوا انما هي لوحدها ومتضايقه ومفيش حد يواسيها كنتش هعرف انام لو ما جيتش اتكلم معاكي بعد اللي حصل النهارده. انا اللي عمال افكر من ساعتها. افتح معاك الموضوع ولا استناك انت اللي تيجي تتكلم؟ احنا حاولنا ما نمشيش ورا مشاعرنا. يبقى ما حاولتوش كفايه. انت عارفه طبعا انه الجواز شركه وعشره عمري جاي. مش بس بين اتنين لا بين عيلتين. واحنا لما طلبنا نيجي نقابلكوا كنا عارفين كويس البيت اللي احنا داخلينه واللي حابين ان احنا نناسبه اكيد النسب مش بس عريس وعروسة ده بيت واهل انتي اكتر واحدة عارفة يعني ايه قال الام على ولادها انا زيك بالظبط الان على امريكا مني لا لكن افردي نينو افردي راجع ومش حاسس بيها زي زمان ايه كريمة متأخرة ولا ايه؟ نبيلة كان معها حق بس قالت لي انا دلعت زيادة عن اللزوم
ايه حصل حاجه؟ دوموازيل كريمه قررت بين ليلى والتانيه انه تتركنا وتمشي. تفضلي. شكرا. عفوا. مع انه ما بعرف شو اللي ضايقك وخليك تاخدي هالقرار المفاجئ ومن غير مقدمات. والله ما في حاجه، بالعكس. انما انا بس ظروفي متلخبطه شويه اليومين دول. احتمال اضطر انزل مصر كام يوم. فقلت احسن انك تشوفي حد تكون ظروفه مستقره اكتر. أتمنى ما تكونيش زعلانة مني. هيدي حياتك وأنت قادرة فيها. مالك واقفة كده ليه؟ لا ماشي، كنت عم بحاسب كريمة. خلاص مشيت؟ ايه مشيت. حتى إذا رجعت وقالت لي إنه غيرت رأيها أنا اللي مش رح أقبل، لأني حسيت بالغدر. فكرت لحالها وأخذت القرار لحالها وإجت بلغني تبليغ. صباح الخير. في إيه؟ محتاجة أتكلم معاكي. سمعتي حاجة؟ تعالي. بقالي كتير عايزة أجيلك ومش عارفة. ومش عشان ماما. عشان مش عارفة هاجي أقولك إيه. في إيه؟ عريس. في عريس عايز يجي يقعد معايا. وماما مش سايباني اقول لا المرة دي. يعني ايه مش سايباكي تقولي لا؟ هتقعدك معاه بالعافية؟ هي اني اتجننت ولا ايه؟ أنا مش عايزة. أكيد مش عايزة يا صوفيا. إنما السبب اللي عندي خلاص ما بقاش. مش أنا سايبة بقالي سنتين وعايشة لوحدي وشايلة نفسي، بس برضو حسيت إن ضهري اتقسى. هي في حياتكم حسيت اني بعدي الدنيا كلها من اللحظات دي، وكأني بقى في بيني وبينها طهر عشان سرقت مني اغلى حاجه في حياتي. اللي ما اقدره مكتوب يا حبيبتي. تسيبيش ودنك للشيطان يا جليله. اي نعم ما فيش حاجه في الدنيا هتعوضك عنه. لما ما ينفعش تسيبي نفسك للكسرة، لازم تقومي وتقفي على رجليكي وتركزي في حياتك وفي شغلك. أكتر من كده أنا قصدي يعني عشان تبقي كويسة وتحققي كل منكي. والله قصدك عشان ما أحسش إني سبت أبويا على الفاضي. رغم انها ما تدخلش عقل، بس انا ما كنتش حاسه ان ابويا زعلان. لما بصلي في عينيا حسيت كانه بيقولي انه راضي عني. يمكن كمان كان مبسوط
اني فضلت راكبه دماغي عشان الحاجه اللي بحبها، كانه كان نفسه يريحني قبل ما يرتاح. عارفه يا كريمه، ابوك لما يبقى حنين بتحسي ان انت ملكه زمان، كان الدنيا دي كلها بتتمنى رضا. عارفة انت بتتكلمي عليه كويس، تبي عايشة حاسة ان الدنيا كلها تحت رجليكي، فجأة بتتاخد منك، تحس ان انت بتقعي على جدور رقبيكي. ابوكي برضو، واللي فيها لو كانت تدور كانت تمد ايديها وتخطف الشمس والقمر من السماء وتحطهم في حجم. حرام عليكي، هتخلينا افتح انا في العياط من اول وجديد. مش قصدي والله، انا بقولك كده عشان اوريكي ان كل حاجه بتعدي. الدنيا بتبقى رسمالنا غير اللي احنا فاكرينه، بس بتعدي. وهتلاقي روحك وقفتي وعشتي وضحكتي كمان. طب والوجع اللي هنا؟ بيروح؟ انت بجد عايزه تعملي كده في بنتك يا اني؟ اعمل في بنتي ايه يا صوفيا؟ عايزه اتجوزيها لواحد لا بتحبه ولا تعرفه؟ جرى ايه يا صوفيا؟ ما كلنا اتجوزنا كده عشان قلبك ما كانش مشغول بحد ومستنياه، انها ماريكا بتحب نينو ومش هتعرف تحب حد غيره. اهلا. لا اهلا ولا سهلا، انت بالذات كنت فاكراك هتقف مع ماريكا مش مع اني في عندها. انت عايزه ايه بالظبط؟ احتجوا يا جماعه، ما يصحش كده. اللي ما يصحش ان انتوا تبقوا عارفين مين وعايز ماريكا وتروحوا تجوزوها لحد تاني وهو مسافر. ابنك مش مسافر، فوقي بقى. لازم اقولها لك في وشك عشان افوقك. بس يعني بس. لا مش بس. احنا ساكتين بقى لنا قد كده. بالذات انت طلبتي محدش من البلد يعرف الحكايه. لا وايه؟ جايه دلوقتي تكسبي الكذبه وانت الوحيده اللي هتصدقيها؟ دي مش كذبه يا اني. نينو مسافر وراجع. بصي لي هنا. تحبي تشوفي صور الولاد المتقطعين عشان اثبت لك انه مش منهم؟ تحبي تحسي بالخوف والرعب اللي بحس بيه كل ليله قبل ما اغمض عينيا؟ لكن اللي بيخليني اصحى الصبح واكمل واعيش اني بقول لا، الدنيا لا يمكن تعمل فيا كده. تحبي اعمل لك ايه يا اني؟ اعمل لك ايه عشان اثبت لك ان نينو راجع؟ أعملك إيه عشان ما تخطفيش قلبه منه؟ لما يرجع ويلاقي ماريكا فرطت فيه وفي خبها ليه؟ أنا مش فاهم أنت ليه عملتي كده؟ وليه بالسرعة دي ومن غير ما تكوني قايلة لي؟ أنا ما كنتش مخططة. أنا لقيت نفسي مش قادرة أستحمل إني أبقى قاعدة قدامها وشايفة الوجع اللي هي فيه وعارفة إن أنا السبب. ما بقتش عارفة أبص لها في وشها ولا أرفع عيني في عينها. أنا فاهم وحاسس بالذنب زيك وأكتر، وكل ما بقول لنفسي إن أنا لازم أبعد بلاقي إن أنا أصلاً ما اخترتش القرب ولا ساعدت له. إحنا لقينا نفسنا بنقرب وكأنه القرب اتكتب لينا وعلينا. بصراحة أنا مش قادرة أفهم هو كل ده حصل ليه؟
عمره ما الحب كان له سبب، وإلا ما كانش الإحساس اللي يفضل كل البني آدمين بيدوروا عليه ومستنين. محدش عارف السبب ولا هنقدر نعرفه، لو كده كنا خلقناه، ودي أحلى حاجة فيه إن الدنيا بتدهنا بمزاجها لما هي وبس تأذن. طب وبعدين؟ هنفضل كده قابلين اللي الدنيا بتدهنا حتى لو هو مش من حقنا ومن حق حد تاني؟ ما هو إحنا لو عندنا اللي يريحنا وسبناه هنبقى بنجرح روحنا بنفسنا. أنا ما أقدرش أختار إني أسرق عشان أرتاح، ما أقدرش، ما أقدرش أسرق مشاعرك وفكرك واهتمامك. حتى دلوقتي ده وقت أنا سرقاه وأنا عارفة إن هو مش من حقي. ومين قال إن إحنا بتوع حد؟ أنا وقتي ده لو ما كنتش مقضيه معاكي ما كنتش هقضيه مع حد تاني، كنت هقضيه لوحدي سارح في أفكاري، بالكتير بحاول أطلعها على ورق. وعشان ترتاحي حتى لو كنت مع حد تاني مش هبقى قاعد القعده دي وحاسس باللي انا حاسه دلوقتي. انا بس زعلانه ان يوم ما حسينا حاجه حلوه كده تبقى مش من حقنا ولا من حقنا ان احنا نتبسط بيها. الوقت اتأخر، أنا لازم أمشي. طب ما قلتليش هتعملي إيه؟ صوفيا كانت قايلة لي قبل ما أمشي إن المكان مفتوح لي أي وقت أحب أرجع فيه. شكرا. تاني مرة أطوعك في الغلط وأقابلك من ورا باباي حسن. لما تسمعي اللي هقولهولك مش هتندم. هو في حاجة سخيفة لكن أنا أتعشى منك تتفهميها. أنا وقفت لأهلي وقلت لهم إنه أنا متمسك بيكي رغم الظروف اللي طرقت على عيلتكم، وهم يعني كانوا غير مرحبين بالموضوع. إنما ده هم يا نبيلة مش أنا. أنا شايف إنه التفاهم اللي ما بيننا أهم من النسب والحاجات اللي هم شايفينها أهم حاجة دي. ووالدي كمان وعدني إنه هيتكلم مع صدق بيه وهيحدد معاه ميعاد. إنما مش متأكد لو والدتي هتكون موجودة معانا في الزيارة دي. هي عندها رأي ومتمسكة بيه لكن أنا عارف إنها مش هتزعلني. المسألة مسألة وقت، أنا متأكد عبال الخطوبة هتكون هديت وهتحضر معانا وكله هيكون تمام. معلش شكلنا كده هنتعب معاهم شوية في الأول، لكن أنا مستعد للتعب ده لو أنت قلتيلي إن أنت كمان حاسة إن إحنا ممكن نبتدي ونبني حياتنا مع بعض. أظن إني أوافق أقابلك بالشكل ده بدل المرة اتنين، ده بيجاوبك على سؤالك. إن شاء الله هنيجي نزوركوا كلنا قريب ونتمم الاتفاق، وياريت بقى نعمل الخطوبة على طول علشان نقدر نخرج مع بعض براحتنا مش زي الحرمية كده. أنا هاخد دي.
صباح الخير. خير؟ هو فين؟ نادية فين؟ تركتها تحت مع نبيها، اجت تاخذ خاتم لنبيلة، ونادية مش راضية تسكت وأنا حاطة الأكل على النار ومش عم بعرف شو بدي أعمل فيها، حاسة حالي رح أنهار. طب بالراحة وهادية عشان تعرفي تعملي اللي أنت عايزة تعمليه. خلاص أنت صحيت؟ أيوة. طيب ممكن طلع نادية تقعد معك شوي عبال ما أخلص الأكل؟ لأن مش قادرة أوقف فيها على النار وما أنا راضية تنام. طبعاً هكلم المستشفى وأقول لهم إن أنا مش رايح عشان كان عندي مرور. أنا خجلان منك إني مش قادر أساعد. لا مش مضطر. إزاي؟ مش هي بنتي زي ما هي بنتك؟ ما بترديش ليه؟ نازلة طفي على الأكل اللي زمان احترق. وأنا حتزل المستشفى. هقعد معاكوا هنا النهاردة. كيف بقى؟ مش أكيد في وراك شي مهم ومش معقول تلغي؟ مفيش أهم منكم. أنت لسه زعلانة عشان أنا نسيت الميعاد. عندك حق. بس كنت أنا لسه متضايق. مش قصة زعلانة. بس عم بحاول ما أعشم حالي من شي. لما أرجع أنا أزعل ولا زعلك أنت كمان. ده الملف اللي كان ناقص. شكرا. يمكن الاربع اللي جاي. شكرا. على ايه؟ انت كمان لسه مصدق؟ مالك يا صوفيا؟ كل يوم أربع؟ كل يوم أربع. هلاقيه هيجي هيرجع. إمتى بس؟ أنا معاك يا صوفيا، كان المفروض أكون معاك من بدري. الموضوع ده زي ما كنت مخبيه عنك كلنا، أنا هحفظ سرك لحد ما نلاقيه هنا ونفرح بيه كلنا. طب هو في أي حاجة نقدر نعملها عشان نجيب أخباره؟ أنا عارف إن أكيد ما فيش حاجة ما عملتهاش، بس أنا قصدي لحد ما كنتش عارفة توصلي له اتصال ببره. إن شاء الله حتى نسافر سوا ندور عليه. هو هيجي هنا لوحده. في يوم هروح المينا وارجع بيه في كتير.
انت انضف ست عرفتها في حياتي. صوفيا اخبارها ايه؟ كويسه زي ما هي، ست تفتح نفسك على الدنيا. طب كان في حاجه لازم اقولها لك. خير صوفيا؟ من مشاركانا في سرنا. ايه ازاي؟ شافتنا مره سوا بس انا فهمتها، وزي ما انت شفتي تعاملت معاكي عادي وما خدتش منك موقف. خلاص عليك يا فريد، وانت سايبني كل ده ومش قايل لي؟ يا دي الكسفه، انا عمري ما هوري لها وشي تاني. ما هو ده بالظبط اللي خلاني ما احكيلكيش، عشان عمرك ما كنت حضرتي ترجع عيله، انما ديكي روحتي وشفتي ازاي هي مش متغيره معاكي. ولو هي هتفكر فيا ايه؟ هتفكر ان انت اللي اخيرا خليتيني احس بحاجه عمري ما حسيت بها قبل كده، ومش منتظر انك تقولي لي ان انت حسيت بده قبل كده ولا لا. انا ما كنتش اعرف ان الاحساس ده موجود من اصله. انا عايز الدنيا كلها تعرف، مش صوفيا بس. اتفضل. يا ساتر. اللهم صل على النبي، اللهم صل. يا اهلا وسهلا. يا اهلا. اهلا بيك يا اختي. مبروك يا نعمان. الله يبارك فيك. مبروك يا بيه. مبروك، ألف مبروك. تعالي سلمي يا نبيلة. ألف مبروك يا حبيبتي. اتفضلوا، شرفتونا. اتفضلوا من هنا، الصالون من هنا، اتفضلوا تعالوا. لا صالون ايه؟ هو احنا ضيوف؟ مش ناويه تفرجينا على بيتك يا نعمان؟ ما البيت قدامك اهو يا فاكيها. مش تطمني اخواتك عليكي ويعرفوا يشوفوا اختهم عايشه فين وفي ايه؟ ده كلام مظبوط يا نعمات. اتفضلي فرجيهم على البيت دلوقتي قبل ما ناخد الشاي، عشان بعديها نقعد براحتنا. اتفضلوا. اللهم صلي، اللهم صلي. ولا واحنا بنقدم لهم الجاتوه؟ لا لا لا، مش عارف احكي لك، كان لازم تشوفي اكنهم بهايم ورميت لهم شويه برسيم. طيب وبيك مش رح يزعل انك تركتيهم ومشيتي؟ بالعكس، ده بابا بعد ما شاف نظره الجشع اللي في عينيهم وهما بيتفرجوا على البيت كان هين عليه يقول لي قومي انزلي عشان ما اشوفش مناظرهم والوم عليه. بكره شو رح تعملي قدام اهله لحسن؟ لا انا اتفقت مع بابا ان هما مش معزومين على الخطوبه. ده انا والله كنت افركش الجوازه لو اصر يعزمهم، كفايه قوي عليا هي. بكره هنزل اروح اشتري لها حاجه تلبسها في الخطوبه لتفضحنا. المهم قولي لي انت قررتي هتلبسي ايه في الخطوبه؟ ما بعرف، عندي كتير احتمالات بعد ما قررت شو البس. اخسى عليكي يا عايده، ده انت اقرب صاحبه ليا. صفت الرقبه التانيه جت اهي. بصي بصي بتضحك ازاي؟ ولا فارق معاها انها ربعتك. مساء الخير. اهلا. امال فين ناديه النهارده؟ مع بيا، اصر انه يقعد معه وانا اقدر. تحبوا اي حاجه تانية؟ لا ما نقبرش بحاجه تانية، شويه وبيفوتي علينا يمكن نحتاج حاجه. بالاسم كويس خالص انك حسستيها ان ولا ليها قيمه ولا احتسيتي من غيرها. وانتي كده بتنزلي وبتسيبي ناديه مع فريد. هو فريد عن جد اصر انه يقعد معه، اليوم وعيده بالشغل مؤخره وقال هيك بيقضي شويه وقت معه وانا بظهر. والله جوزك ده لقطه يا عايده، ما اظنش ابدا في راجل ممكن يعمل كده مع مراته. ايه مالك؟ انت متخانقه معاه ولا ايه؟ لا ابدا، فريد رجال كتير مزوق وما بيفتح حتى مجال للخناق. ومالك بتقوليها وانت متضايقه كده زي ما يكون مقصر في حقك وحرمك من النكد؟ بس انا مش فاهمه، هي صوفيا هتفضل تلمنا ستات من الشارع كده كتير؟ دخيلك خلينا نغير سيره. خبرينا عن انت وحسن، شو البروجرام تبع الخطوبه؟ لو حابه تمسكي ايدي قولي لي بدل ما تتحججي بالساعه. ده بعينك
أنا كنت عايزة أعرف الساعة كام، ولو كنت سألتك كنت هتضحك عليا. عندك حق، أنا لو عليا أوقف الوقت كله على بعضه. أنا لو عليا ما أوقفش بس أرجع بيه لورا. ما هو رجع بيك دلوقتي ورا، كنت تغير إيه؟ حاجات كتير. طب مش عاوزة تحكي لي كنت عملت بدلها إيه؟ لا. ويلا عشان لازم نقوم. بس قبل ما نمشي ليه عندك طلب؟ إنك تقبل الهدية دي. أنا عايزاك تستخدم القلم ده إنك تكتب كل حاجة أنت حاسس بيها ومش عارف تقولها، حتى لو أنا مش قادرة أبقى في حياتك، بس عايزة أحس إني ساعدتك وكنت سبب إنك تطلع اللي جواك. فعايزاك تخلي القلم ده معاك طول الوقت، وكل لما تحس بحاجة مش عارف تقولها أو يجيلك فكرة مش هينفع إنك تحكيها، أرجوك استخدم القلم ده إنك تكتب، حتى لو مفيش أي حد هيقراه، حتى لو أنا عمري ما هقراه، بس هيسعدني إني أحس اللي ما بينا ساعدك إنك تطلع اللي جواك. أشوفك على خير. أشوف قريب. حبيت اكتب لك انتي اول حاجه بالقلم ده عشان انتي اول حد حرك فيا احساس انا كنت مستنيه من زمان، ومن كتر ما استنيته ما جاش كنت فاكر ان انا اللي خلقته في خيالي. شكرا انك عرفتيني ان احساسي كان صادق، كان حقيقي.
حبي ليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليه انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنه ولا قد أعراض الانسحاب مع إني عارفة إنك طريق آخره سراب لا أنا قادرة من حبك أخف ولا قد أعراض أعراض الانسحاب.